عسلامة، مرحبا بكم، أنا سفيان بن فرحات، مرحبا بكم في حلقة جديدة كلونيك بوليتيك مع سفيان بن فرحات جي دي دي تونيزي. نحب نحكي اليوم على هاجس الإفلاس متاع الدولة التونسية وشبح السيناريو اليوناني. ثم كلام تقال توا من تقريبا جمعة 10 أيام في تونس، لكن طبقة سياسية ما اخذتوش بعين الاعتبار، وهو الكلمة اللي ألقاها السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي قدام السادة نواب الشعب. اش قال؟ قال حاجتين مهمين ما نحبش ندخل في الاعتبارات الاخرى. الاولى وانه اول مره منذ عام 1962 يوخر الناتج المحلي الاجمالي، وخر 12%، حتى عام 62 ما وخرش 12%، يعني منذ تقريبا 60 سنه، اكثر من 60 سنه بالتقويم القمري يوخر الناتج المحلي الاجمالي. النقطه الثانيه اللي جبدها هي علاقتنا بصندوق النقد الدولي وعلاقتنا كذلك بوكالات الترقيم السيادي. نبدا بصندوق النقد الدولي. قال وانه المفاوضات اللي عاملينها توا الكل معاهم باش حضروا التقرير التقني، والتقرير التقني بعد ثلاثه جمعات باش يدخلوا في الحوار باش يعطيونا 4 مليار دولار ولا لا، علما وانه 4 مليار دولار اذا كان رضاوا باش يعطيوهم لنا بشروط مجحفه باش نحطوهم في الميزانيه نتاع السنه، اللي السنه الميزانيه 52.6 مليار دينار، منهم 20 مليار دينار كترة أجور و 15.7 مليار دينار تسديد الدين بالنسبة للسنة برك. يعني هذه مسألة يجب ناخذوها بعين الاعتبار، وبيان سور صندوق النقد الدولي طالب باش نغليو في الماء، هكا نغليو في الماء للمرة الرابعة في أقل من عام، نغليو في الضوء، نغليو في الترونسبورت، نرفعوا الدعم على الغاز وكل شيء، الحسد باش تولي باش تعمل قهوة تقول تمشي تعملها في طوكيو أسهل من اللي تمشي تعملها في تونس، وما نحكيوش اصحان الكافتيري باش يولي يتكلف 17 دينار الى 23 دينار. النقطة الثانية هي قال حاجة مهمة ياسر، وكيف تعديت مر الكلام، قال فيتش ريتينغز وهي أحد الخمسة شركات العالمية أو الوكالات العالمية بتاع الترقيم السيادي طلبت باش تعمل التقييم الدولي مع تونس. قال قلنا لهم ماناش حاضرين، قالوا نوخروا حتى آخر جوان. إذا نعرفوا اللي تونس آخر ترقيم سيادي اعتمد هو موديز، موديز حطتنا بي موا ثلاثة اللي هي افيك بيرسبكتيف ستابل. دونك إذا كان باش نقال هو من هنا لآخر جوان كما قدموش معطيات بها باش يهبطونا للسي، والسي معناها باش ندخلوا في السيناريو اليوناني لأنه بعد السي باش يجي الدي. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ماذا بينا نذكركم شنو صار في السيناريو اليوناني. اليونان لما دخلت للترقيم السي ماذا عملت وقتها مع الاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي، سميوه هما ترويكا عندهم غادي والبنك الاوروبي وغيره. اللي صار في اليونان انذاك وانه طلبوا منها باش تقوم ببعض الاصلاحات ما بين ظفران. اش هي الاصلاحات؟ اش عملت اليونان واش اش عملوا؟ اولا وقبل كل شيء باعوا 38 مطار، وباعوا أستاشن برد، وباعوا الكوبانية متاع تريكسيتي كما ستيق اللي عنا، وباعوا الكوبانية متاع الغاز خاطر عندهم كوبانية متاع تريكسيتي وكوبانية متاع غاز، وباعوا الكوبانية متاع شمانديفيل كما الاسن سي اف تي متاعنا، وباعوا البوستة، وباعوا شركة إلينيك بتروليوم كما ليتاب اللي عنا في تونس، وباعوا أربعة مراكز استحمام كما قربص وحمام بورقيبة وهذوك أربعة، وباعوا 100 برد متاع سفن معناها بليزونس، وباعوا قصر نيو غوتيك من العصر معناها العصور الوسطى فيه 1000 متر مربع في جزيرة كورفو، وباعوا مئات الهكتارات نتاع الاراضي في الشتيتا نتاعهم من عندهم الشتيتا من عز الشتيتا في العالم، وباعوا الوتله نتاعهم، وهذا الكل طلبوا فيهم قالوا لهم تبيعوهم من اجل 50 مليار دولار، حطوهم للبيع ما لقاو كان 22.3 مليار دولار باعوهم بهذاك. يعني احنا اذا كان ماناش باش نسقموا رواحنا من هنا الغادي ونقعدوا في العارك والمعروك وشريان الشبوك ونقعدوا خاسرين على كافه المستويات باش نلقاو رواحنا في الهجس هذايا. لازم يعرف التونسي وانه ما عادش ينجم يتصرف اكثر من 25 دينار باغ اكزومبل في الجمعه، ما تنجمش تستعمل الكهرباء نتاعك كان عندك كهرباء، كان عندك كونت في اون بانك اقل عليه كل نهار خميس الفاتحه ليلة جمعة بالك تلقى على الأقل حسنة كي تقرأ عليه الفاتحة. اليوم يفهموا وأنه ثم هاجس كبير صندوق النقد الدولي كي باش نكملوا هكا باش يعتمد الترقيم السيادي نتاع الشركة هذيا فيتش ريتينغز، وباش يقالوا احنا في السيناريو اليوناني، ومن بعد يقول لك نبيعوا جربة نبيعوا سوسة نبيعوا الوتلة نتاعنا
الأستاذ رادس دجا نتذكر كان عندنا وزير مالية لايلح متوفى قال باش نرهنوه باش نمولوا الميزانية، وبعد يقول لك بيع لي القمح متاع فريقة وبيع لي زيتين الساحل وبيع لي كذلك النخيل متاع الجريد. أبون أنتندور، سالو، إلى اللقاء.